الاهلي يتقدم في الشوط الاول 1-0 على فيوتشر في شوط فرض فيه النادي الاهلي سيطرته على احداث الشوط الاول، وبخاصه بعد طرد عمر كمال في الدقيقه 20 تحولت المباراه لسيطره من النادي الاهلي، واللعب تقريبا معظمه في نص ملعب فريق فيوتشر. بعد طرد عمر كمال احرز النادي الاهلي هدفه في الدقيقه 31 عن طريق تسديده من حسين الشحات من تهيئه ولا اروع من شادي حسين.